صح، يعني هي حاجه مهمه التخطيط. انت يا استاذه هند بتعملي ايه بقى؟ بصي انا يعني عارفه اللي يقول لك انا مش عايز غير الستر والصحه. يعني انا طبعا اهم حاجه أنا عايز عندي، أقول لك يعني بيبو لسه قايل، بيبو مخرج البرنامج، انها تاكل. طبعا يا بيبو دي حقيقه، ان انا عايزه اسافر بلاد اكتر، اكل فيها اكل مختلف شويه عن اكلنا. بس انا امنياتي دايما هو انه العادي يفضل موجود، يعني اهم حاجه. انه يا رب ما يحصليش حاجه اكستريم، ما افقدش عزيز، صحتي تفضل رجلي شايلاني زي يا ما رب بيقولوا. يا رب. يمكن ده اللي انا بتمناه، ان انا افضل اقدر ادي في شغلي، طبعا اقدر ان انا اعمل اللي مطلوب مني. يعني ما عنديش الامنيات الكبيره قوي اللي هي بتاعت انه ما عنديش اللي هو الحاجات يا رب ما اتغير حالي، يعني خليني انا حالي ده مبسوطه بيه، مش ده عايزه حاجه بس اوحش، انا عايزه ده يفضل راضيه. والحلو ان شاء الله يعني يا رب. عايزه، رضا دايما. يعني لو في امنيه نفسي ان هي تكمل معايا، انه رضايا عن كل حاجة، بداية من شكلي لشغلي لعيلتي لظروفي، انه الرضا ده يفضل مكمل. لانه خدي راضية بالك عن حياتك بنسبة الرضا كام ده في المية؟ نعمة، يعني ربنا راضية عن حياتك بنسبة كام في المية راضي عن أستاذة حياتي هند؟ بنسبة كام في المية؟ 2000 برافو عليك يا أستاذة 2000 هند، طبعا. برافو أستاذة هند. لا لا، الرضا ده يا جماعة، انت ممكن يبقى عندك كل حاجة، لو ما عندكش الرضا انت ما عندكش ولا برافو حاجة. عليك، لازم صح. تبقى راضي وتبص في ورقتك، ما تبصش في ورقة غيرك، لان أمين. ربنا خد من هنا وحط هنا. يعني الدنيا متساوية، هند احنا ربنا هنضيع عادل. فقرات البرنامج ونقعد خلاص نلغي، خلاص لا بس. يعني ده بالنسبه لما تبصش لورقه غيرك دي، وان ربنا خد من ده حاجه واداله حاجه. يا جماعه دي قصص، يا جماعه قصص الناس. صح انا بستغرب البني ادمين ان هم بيركزوا مع واحد مش عارفه عمل ايه او عنده ايه. انت تعرف هو مشاكله ايه في الحياه؟ انت تعرف المعارك اللي خاضها في حياته ايه؟ وقف الوقفه دي مر بايه؟ محدش عارف، محدش عارف. يعني ندع الخلق للخالق وسنه سعيده ان شاء ارجوك الله. ارجوك.